اللي صار يعني هو صوبني برجلي وكانت الإصابة مو قوية، طايفة شخطت رجلي. إلى لوكيشن آخر وتحديدا كربلاء المقدسة. أب يعنف عائلته باستمرار، يحاول دائما أن يخرج أبنائه بقوة لجلب المال، وبحسب رواية أحد أبنائه اللي طالب بتمويه صورته، يعني حتى لأن الوضع حساس بالنسبة له بالعائلة. والده منتسب وكثيرا ما يقوم بسحب سلاحه على عائلته حسب ما تحدث هذا الشاب، حتى وصل به الحال أنه أطلق النار على قدم أو رجل ابنه وأصابه. هذا الشاب ناشد برنامج لوكيشن وأراد أن يتحدث، لكن نغطي وجهه ونغير صوته لحساسية الموقف مع العائلة، لكن في نفس الوقت هو بحاجة إلى حل. تحدثنا عن ربما السلاح المنفلت، لكن هذا مو سلاح منفلت الوالد حسب ما تحدث ابنه أنه هو منتسب وهذا سلاح الدولة. وليد الصالحي من كربلاء أعد لنا هذا اللقاء مع هذا الشاب. لوكيشن جديد من محافظة كربلاء، أب يطلق الرصاص على نجلة ليصيبه بقدمه. لتفاصيل أكثر أخلي صاحب القضية يتحدث. السلام عليكم. تحدث لي بخصوص قضيتك، شنو اللي صار مع والدك؟ يعني اللي صار، احنا من وعينا هالدنيا انا ولا اخواني لحد هذا اليوم، احنا عانينا من قسوة اب وممارسة العنف بصورة مو طبيعية، من ناحية الضرب ومن ناحية قسوة الكلام ومن كل النواحي. يعني من كان عمره 12 سنة لحد هذا عمره انا اليوم 25 سنة، تعودت عليه حاليا على انه انسان قاسي وما عنده اي رحمة بداخله. وصلت بيه مرحلة انه يرميني بالرصاص وصابني بقدم اليمنى بسبب انه شافني الصبح يعني نايم بدون سبب، شافني نايم وكان عندي استراحة ما عندي عمل، فهو صارت بيناتنا سوء تفاهم بسبب عقليته بصراحة، فصار سوء تفاهم، وبوقتها وصل سوء التفاهم الى انه يرميني بالرصاص حتى يضرب الأم وضرب أمي وإخواني يضربهم إذا كانوا يعني مثلا جالسين بالبيت وما يجيبون فلوس. زين يعني يقول لك شيريد، يعني هو شيريد معتكم أكو سبب؟ يعني يعني أبسط الأشياء، أنا واحد من إخواني قاعد من شغل استراحة يوم واحد مثلا وما انطى مصرف للبيت، هاي مثلا هو يمشي على مبدا التخلف بصراحة، اللي هو أنا ما عندي رجال يقعد بالبيت، و يعني حتى وصل مرحلة انه يبطل اخوانه من الدراسة في سبيل انه يشتغلون ويجيبوا له فلوس، واذا ما جابوا له فلوس فيقول ماك احد يدخل البيت. زين وصلت طبعا صارت هواي مشاكل وطلعنا من البيت اكثر من مرة، واكو شهود بهذا الموضوع، الجيران والاقارب بهذا الموضوع بصورة مو طبيعية، يعني مشاكلنا توصل حد انه توصل للشارع ويلتمون الجيران، والاسباب جدا جدا تافهة. انا اطلق عليك الرصاص واصابك، شنو صار بيك وشنو الاجراء اللي صار؟ والله بصراحة يعني هو والد زين واني ابنه بنفس الوقت، ما اقدر اذيش مهما يعني يبدأ من عنده تجاهي. فاللي صار يعني هو صوبني برجلي وكانت الاصابة مو قوية، طايفة شخطت رجلي، وأكثر من أنواع الضرب يمارس ويانا، يعني أكو صور وأكو آثار وأكو كل شيء، بس هو بنفس الوقت والد، يعني أنا ما أقدر أرد عليه أو أبادره أو أواجهه بشيء ما يليق به لأنه هو والدي. بنفس الوقت إش مهما أحصل من عنده وإش مهما يقدر من عنده تجاه، أنا ما أقدر أبادر بنفس الشيء. نعم سمعت إنه يعني مبارس وياك فد فعالية انه بخليك بستوتة او هي شيء؟ جبالك هذا مو انا، هذا اخوي اللي اكبر مني سابقا، رسد بالسادس ابتدائي فربطه بحبل اجل السامع وسحله على خط السريع مال حي المعلمين حي رمضان لحد من خط السريع لحي رمضان، سحله بالدراجة يعني مسافة تقريبا كيلو ونص او كيلو،
اي بعد ذاك الوقت حوالي بالسنة 2009 2010 هالحوالي. اي سابقا ويسحب علينا دائما سلاح وتوصل مرحلة يعني بالضرب انه واحدنا ينهار بعد ما يقدر يقاوم. طيب وين يشتغل هو؟ هو يداوم بالداخلية بصراحة، مفوض بالداخلية. اي نعم. طيب انتوا شنو تردون كأولاد اليوم كعائلة؟ والله بصراحة بنفس الوقت يعني احنا ما نقدر يعني نطلب شيء من الدولة في سبيل انه ياخذون الحق من عنده ويتأذى بنفس الوقت، لانه احنا عندنا اطفال ويعني احنا كبرنا وتعلمنا على هذا الشيء وبعد هو عمره كبير. اي بصراحة يعني اوصل رسالة للآباء انه يهتمون بهذه النعمة، لانه الاولاد نعمة من رب العالمين.